جاهز يا أستاذ؟ إيه جاهز. أعطيني خط شوي. يلا نمشي. شو هالريحة الحلوة اللي سابقتكم؟ هاي ريحتي أنا. يا ترى بيكونوا خلصوا؟ أكيد لا. نهال افتحي الباب. شفت ما قلت لك؟ آسفة تأخرت. مو مشكلة بس خلصينا تأخرنا. لا تأخذوني بالزور لحتى قدرت جيب نهال من السوق، مشان هيك تأخرنا. وما خليت محل إلا فاتت عليه. بيصير غير هيك؟ كيف كان التدريب؟ لو شفتيه يا لميس خانم عم يلعب أحسن من لاعب محترف. برافو عليك. كأنه صار له زمان عم يلعب، كتير مبسوط منه. شكراً إلك. نحن طالعين، الحقونا. تمام. بس بسرعة نحن جئنا. عيب يا ولد، لا تردي، خدوا راحتكم. ما رح نتأخر؟ يا الله ليش قلت لهم هيك؟ هلا ما بينزلوا آخر ليل. يا ربي. ما عم لاقي بكلتي. ها اخيرا. لميس خانم. شو حبيبتي؟ شعرك كتير حلو هيك. ميرسي بوكو. برايي لا تربطي، اتركيه هيك احلى. هيك دائما بعمله وقت الشغل، ماني متعوده. بس نحن هلا ما عم نشتغل، يعني نحن هلا بعطله. ما بقدر. تركي هيك بس اليوم، كتير لابق لك. بس هيك ما برتاح. يلا خليه هيك بس اليوم. إذا بتريدي كرمالي لا تخجليني، مشان خاطري. تمام، بس عجلي. جهزي حالك وظبطي شعراتك، هلأ بيكونوا جاعوا. ماشي. بنتي حركيها منيح مشان ما تحترق. ماشي. يا ترى سمر خانه وبتاكل من الشوربة اللي عملت له اياها لمهند؟ بدك تطعميها للمخلوقه اكل مرضى؟ السلطه جاهزه، لسه بدكم شيء؟ عمل لنا سلطه خيار بلبن. خيار بلبن على راسي، فورا رح اعملها تكرم عينك. والله وصلت على راس لساني، كنت بدي اقول لك ناديله لبشير. نسيت انه ماله بالبيت. بيترك فراغ كبير بالبيت بس يروح، ما هي؟ مزبوط، ما في أحلى من حركته بهالبيت. لولاها ما بقدر ساوي شيء. شاطر كتير ما شاء الله عليه. شاطر ومؤدب كتير ومحترم. نيالي اللي رح تاخده. كأنه واحد من عيلتهم، مشاوير وطلعات. لكان يا عمي. يا ترى شو بيكون عم يعمل؟ شو رأيك تتصل فيه؟ ليش لا؟ يلا بكرة رح يجي الإداريين تبع النوادي اللي يحضروا المباراة. منيح. ايه من شان يكتشفوا اللاعبين المميزين اللي مثلي. كيفك مهند؟ اهلين، كيفك؟ ماشي الحال. رفيقك بالفريق مو هيك؟ شفته بالتدريب. ايه هو كمان جاي لهون مع اهله. عجبك بشير؟ عم يتصلوا من البيت. ألو؟ مساء الخير يا ابني بشير. كيف مشواركم؟ طمني. غير شكل والله. شو عم تعمل؟ قلي. ما في شيء، قاعد مع عدنان بيه. عم اتصل لأطمن عليك يا غشيم، ما بدي يلي معك يسمعوا، بس يصير لك فرصة اتصل فيني. بيصير، سلام. بشير لا تسكر، اعطيني اياه لحظة. دقيقة، عدنان بيك بده اياك، خد احكي. عدنان بيك رح يحكي معي. مساء الخير يا عدنان بيك. جهزتوا غرفة فيروز خانم ولا لسه؟
أكيد يا بيك، جهزناها على الآخر. عم يسأل عن الغرفة. نظفناها منيح، وطبعاً جهزناها ورتبناها مثل ما بدها سمر خانم تماماً. يعطيكم العافية. كيف سمر خانم؟ تعبانة شوي، بتعرف كيف كانت الظروف، هلأ هي بغرفتها. ممتاز، يعني الأمور منيحة. مهند بيك مرضان شوي، غير هيك ما في شي يا بيك. مهند بالبيت؟ ايه عدنان بيك، حط راسه ونام من جيته، ليش ما حكى معك؟ لا، ما حكى معي. الله العليم قرب. معافى، بحكي بعدين، تصبحوا على خير. وانت بخير يا بيك، وانت بخير، سلم على الكل عندك. شوفي بابا، مين مريض؟ مهند، آخر شوية برد. خرجوا، ما أجا معنا. مراد، لا تحكي هيك. مثل ما بدك. اليوم كان عيد ميلاد بشرى.